مرحبا بكم أصدقائي في يوم جديد من 365. 365 هي حصتكم المحبوبة، يعني اللي في فترة وزيزة تربعت على الحصص وصبعت هي الحصة الأولى في ربوع الوطن الحبيب. الوطن الحبيب فيه 48 ولاية، من 48 ولاية نجيبوا أحسن شيفان، أحسن فنانين، الناس محترمين يكونوا معنا في البلاطو هذا باش نقدموا ألذ وألذ مطاب من أكلات يعني المعروفة جزائرية ولا أكلات عالمية، نقدمها في البلاطو هذا الجميل على جالكم أنتم نطيبوها مع بعضنا. اليوم راح نروحوا المدينة عزيزة علينا الكل، مدينة عندها تاريخ، مدينة عندها أسرع متجدرة في التاريخ، هي بمجاية. راح نجيبوا منها أصغر شيف عنده مدرسة، عنده سجل حافل، يعني عنده باركور شباب بزاف، وهو في نفس الوقت أصغر شيف حاليا في الجزائر من مدينة بجاية، الشيف رفيق. تفضل عادل الشيف رفيق. مول قدم نفسي أنا الشيف رفيق من بجاية، وتبديت لكويزين 2008 حتى لدرك هاي نخدم فيها وعجبتني بزاف. بوندونيت القراية ودات ستاج تاعي والحمد لله وصلت دوكا راني وليت أستاذ، عندي اون سيكسيون نقريها هنا في السونتر في برج ملايل، عندي دي ستاجيار نقريهم طبخ التقني بين أوتيلري وتوريزم والحمد لله. راني تسمى الميتي اللي نحبه من كنت صغير ولا من صغر راني نخدم فيه واني نحس بروحي نديفلوبي. هم بجاية معروفين يعني، مع احترامي ليك بجاية يعني، بالمناسبه نحيي سكان بجاية كبير وصغير، يعني سيدات وشيوخ وناس طيبين يعني. بجاية معروفه بلا بوشري، يعني معظم البجاويين يستعملوا الحرفه تاعهم الاولى هي الززره. يعني انت خرجت من المألوف ورحت للكوزينه، الكوزينه معروفه عند جماعه تيزي وز، هم مشهورين بالطبخ. تفضل. فوالا، وحنا في بجايه انا معروفين بالابوشري كما قلت لي الشاف، باسكو حنا اللحم اللي يبيعوه في لابوشري ماشي تسمى اللي كيشريوا البقر ولا باش يذبحوهم، هما اللي يربيوهم. تسمى من الكوري، والله من الكوري يذبح ويخدم به نورمال، يخدم ديريكت به. وثاني كاينين اللي يجيبوا لي يربيوا المواشي في الجبل، في الجبل صح. في الجبل كي تجيب باغ اكزومبل بقره من الجبل ولا بقره تشريها من السوق ماشي كيف كيف، باسكو هي تغذى مع الاعشاب واللحم تاعها تجي ابن خير من البقره اللي تشريها في السوق. هو ناس يعني سكان مدينه بجايه معروفين يعني مختصين في مختصين في الشيء يربوا ثاني الاخر، ما عزاز كاين فريحه، فريحه ثاني عندهم واحد اللحم يعني كاين بزاف لاكابيلي كاع الشاف يقول لك معروفين تربية الأبقار. ما فيش من الكل. المهم الشيف اليوم مش راح يحضر لينا مع المشاهد تاعنا، وعدنا لهم شوية باللغة القبائلية ولا بالقبائلية عم بالي بيك ما لقيتش روحك شوي. معليش. بون نقول لكم اليوم نطيب لكم رولي دو فيوند، هاي عندي هنا فيوند هاشي حمراء، وعندي هنا سكالوب مرحي، وعندي انا لي غارنيتور لي لاكومبانيومو كيما يقولوا. هو قال لك ندير لك ملفائف تاع دجاج مع اللحم بال الفرماج والخضار لا فرص تاعهم نديرهم بلي شامبينيون ناتورال، نحيتهم من الجبل هذوما لي شامبينيون ناتورال نحيتهم من الجبل طبيعي فوالا شامبينيون طبيعيه، ونحيت ثاني اللي يسموه هنا نعيطوا له القبايل قرن الجبل. قرنون الجبل هذا يطيب في الماء، يطيب في الماء. كاينين عفايس الاخرين تطيبوا في الماء دومي كويسون وتحط فيه في المقله شويه زبده شويه لايل وتسيزيه وتاكلو. هذه كي تاكلها يا الشيف عندها ماده سكري، هذه ملاحه تعطي لك المرضى بالسكر. فوالا المرضى بالسكر. وكاينين باريزوم كي تكون سبورتيف ولا مليح عليك دير لك تعطيك طاقه باش قال حوايج موجوده في بجايه، موجوده في بجايه نحيتها في بجايه في الجبل صح. كمل المقادير بالامازيغيه، اعذرها بالامازيغيه، المقادير بالامازيغيه. بون نقول لكم ذاك ساعة فيونداشي تزط يقات تزط مرثايل، وساعة ثاني لا شابلور، ساعة لايل، ساعة فلفل،
سير شويه الحشيش سير ثملالت ذاكي ذاني سير سكالوب يصدن ذاكي سير لا شابلور وني قرن خبزه قران تصدد وي قرن تيسكرث ديس القبائل وي الحشيش وي ذي فلفل قرحان بو ذي ذا سير شويه لا شابلور ذي سير شويه الحشيش ذي فرماج بلون وني قرا فرماج شبحان وي قرنس قرن جبل اللي نحيتهم في الجبل حاجة نحيتها ناتورال وي قرنس زروديا حنا موالفين نديروها في لوطيل نسموها لي ليغوم باريزيان عندها دي كوتو سبيسيال هادي زروديا وهادي لا كورجيت وعندي هنا بيضة نسموها بالقبيلية تملالت هنا بصل نسموها بالبصل البصل كيصنع الكويس القبايل وهنا عندي اون بيري دو شامبينيون اون بيري دو شامبينيون نطيب طيب لي شامبينيون في الماء وكي تنحيهم من الماء ترحيهم بالميكسر وزيدهم شويه لا كريم فريش شويه لايل شويه بيرسيل هاليك هادو ما نخليهم الاخراني هذه هي الكارنيت المقادير تاعي هذه شامبينيون هذه شامبينيون نفرسيو بهم رولي تاع اللحم اللي نديروه درك هذه هي لي شامبينيون تاع الجبل هنا قطعتهم هاليك اون دو ميروندال نقطعوها اون دو نقطعوها اون دو ميروندال باش نفرسيو بها إذا هذا الطبق دايرو شيف الأطباق يعني العصرية واللي متماشية الفارسي والبولي بولي فارسي والرولي هذا كاين بزاف فايس باش تفارسي بهم كاين يفارسي بهم بالفرماج أنا زدت لهم الفارسي لهم بلي شامبينيون طبيعي يعني على الطريقة تاعك أنا اليوم راح نخرج شوية من المطبخ تاعنا ثاني كيف نديروا مادامنا في شهر رمضان ورانا صايمين وراح نروح نشهوهم باش نديروا لهم حاجه سكري مالحه وحلوه اسمها سكري واسمو صالي سكري واش راح نديروا راح نديروا لفائف اللحم بالتين لفائف اللحم بالتين راح نجيبوا لاباط فيلو معروفه اللي يخدموا بها الاخر بقلاوه اسمح لي بارك الشيف اسكو نقدر نستعملوا التين ماشي اليابس الاخر تقدر تستعملوا تقدر تستعملوا نورمال تستعملوا بس هو المستحسن في الوصفه هذه يكون هذا يكون هذا خير باش يمد نكهه وامام حتى في الكو تاعو كي الكو تاعو يمد واحد مع اللحم يمد كو اخر يعني وشباب وراح المقادير كالتالي عندنا فيانداشي عندنا تين راح نديروا لها شويه بصل نديروا لها شويه بصل نديروا لها قرفه نديروا لها شويه فلفل نكح شويه ملح شويه ثوم ونطيبوا الاخر تاعنا عادي الفيانداشي تاعنا مع هذاك ومن بعد واش نديروا نحطوا زوز اوراق كبار تاع باتافيلو ونديروا اشرطه كبيره أشريطة كبيرة باش نقدروا ندورها نحطوا غير شوية من الخليط هذا نحطوا غير شوية وندوروها نجيبوا ندخلوها الداخل وندوروها ومن بعد نقلوها باش ما تحلش في ليكوتي سينو ما تسلكش في ليكوتي ونقدموها بصلصة الخوخ صلصة الخوخ هذا يعني معروفة في الدول الأوروبية تقدم خاصة في المطبخ الآسيوي الآزياتيك يقدموا الحوايج هذه بزاف راح ناخذوا شوية خوخ ناخذوا ربع كوب تاع عسل عسل حر ماشي يعني عسل عسيلة ولا هكا شوية زبدة وشوية ماء الزبدة نحطوها على الآخر المكونات هذوما نحطوهم مع بعضهم خلوها حتى تعقد خلوها عاد باش نضيفوا لها الزبدة ومن بعد كي يذوب المشماش تاعنا الخوخ عفوا كي يذوب الخوخ تاعنا يولي كيما لابيري عاد نقدموها باش الزبون ولا الناس في الديار يهز الحبه تاع اللفيفه تاعو ويغطسها في الصلصه هذيك يعني نقدموا حاجه جديده وزيد ناقص زيت ناقص كذا ناقص كذا تطيب في الفول حاجه خفيفه وحاجه جديده حاجه خفيفه وواحد نبدو معاك تفضل الشيف مشعلو ناخذوا فيون داشي لازم نهزوا بابي فين هاي مال انت ليه وانا لهنا حطوا شوية زبدة وشوية زيت
هنا عندنا الهين ثاني نسينا ما قلناش وحبة تهيل ونحطوا البيان داشي نزيدوا واحد اخرى معليش هنا نخلطوا البيان داشي تاعنا مع الانجريديون نزيدوا لهنا شوية بصل المقادير انت تشوفوها في الشاشة لازم تخلطهم مليح مليح تقدر باش كتحط لا لازم حاجة الأولى اللي ديرها لازم تخلطها من قبل بلا سباتيول كي تخلط كاع لي زانكريديو تاعك وتزيد لها ما فيش مشكل تدار في الفلفل كاع كي تخلص بلا سباتيول تعجنها بيديك ديروها في الاكل وشوية قرفة تكون في يوندا شيتانا واجدة نحطوها فوق الطبيفي زيد نحلوها لازم لازم تحلها تحل خلاص تحل خلاص حوالي زوج سنتي هكا هكا سنتيم 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 هنا عاود تشوه الحامض تاعنا كيما راكم تشوفوا لازم تحلها نزيدو نضيفو هاذيك حليتها لاباط هنا كنعاود نهزو سكالوب مرحي زيد خلطها لهنا نشوفو تصرو هنا نحطو فيها شويه الماء نزيد نخلطوها نقدرو نحطو ثاني الماء تاعو بعد الماء تاع الماء تاع الخوخ الخوخ نحطوها هذه لاصوص تاعها نحطو العسل لازم نخلطوه جيدا ونخلوها هكاك من بعد نحطو لها شوية زبدة فهمت الشيف نحطوها شوية زبدة مع الأخر هاي لك الخليط تاعنا واجد الاسباتيول وفي رمضان كيفاش تعجنو في الجاية صافا شيف ها قاعد نضربهم شوية ما سخانة شيف السهرات كيفاها السهرات هاد اليامات الاولين بداو في السهرات تما في الجاية تشيك كيما الخليط تاعنا الحشو تاعنا عاون بو خفيف راهو مريحين لاصوص تاعنا الصلصة تاعنا هاي واجدة وكتكمل تعقد حتى خلو حتى نذوب خلاص حتى تذوب خلاص كيما شفتو شاف رفيق دا الخليط تاع الحشو هذا الحم مرحي تاع الحشوة الحم راح يحشيه بالبولي بالبولي هاشي لازم نحلوه كيما حلينا هذاك اليوم هاشي من بعد نديرو الجبنة فوالا نديرو الجبنة ونديرو لي شامبينيون ونفرسيهم ونرولوهم ونحطو شويه زيت شويه زبده لازم كي تسخن نحطو رولي تاعنا نطيبو ندوريه لازم يدوريه اشوف كي يدوري في جهه واحده ما تغلقوش ببابي الومنيوم لا ما تغلقوش لازم تدورو طيبو ديرها في كومبليت باسكو حطيت فيها لا شابلور كي تحط فيها فيون داشيل تشد تشد تشدك ما تحلش
صح. اذا روحوا فاصل معليش باش المشاهد تاعنا ما يطلقش منا، روحوا فاصل ونواصل. الزلف الاول نقلا نغلد ارداكي غرغرون بار لا بيبيسيتي قعدان باش نكمل لينا غير قيمل اكو الشيف سمير الحفايه. المهم راه قال لكم هذا لكم باللي نروحوا للمرحله الثانيه. كنا في فاصل. احكي لي واش درتي للرولو تاعك؟ راك طيبتيه لهنا، الناس متعوده يشوفوا الرولي يطيب في الفور ولا يديروا لي بابي الومنيوم. بابي الومنيوم ولا يفوروا ولا في بار ماري. انت راك جبتي حاجه جديده، طريقه جديده، حبينا المشاهد يعرف العفسه هذه. يعني اذا نطلب من السيد المخرج سي عمر يركز لنا على الصوره لهنا. سي عمر السيد المخرج هو لهنا، احكي خلي الصوره واحكي انت واش. بو حطيت كي وجدت الرولو تاعي حليته كاع وحطيت لافارس وروليته. لازم كي تروليه لازم تحكمه بيان بيديك باش ما يتحلش، باش يتخلط بيان مع لا شابلور، باش كي تحطه في المقله مع الزبده والزيت ما يتحلش. وحطيت المقله تاعي تسخن مع الزبده ومش على شويه زيت زيتون، وحطيتها تسخن. كي سخن الزيت حطيت ذكر. بس هكا غلط، انا القبائل يقولوا زيت قبائل ما يقولوا زيت زيتون. زيت وزمور كما يقولوا زيت وزمور. هلا كما يقولوا بالقبائل زيت وزمور كما قال لي شيف سمير. وحطيت الرولو تاعي يطيب، حمرته كاع من كل جهه حمرته كاع. وكي حمر لي الرولو حطيت فيه شويه بصل وشويه لايل شويه حشيش وخلطته مع الرولو. وكي كملت حمر له كاع حطيت له مويته بالماء سخون وحطيته يطيب اون ريدكسيون. دار ليه لهنا دار شويه، ودرت شويه مايزينا والماء باش يعقد لاصوص تاعي. كي نحيو الرولو كي طيب كي نحيوه نصفيو لاصوص ونحطوها شويه ماء ومش مع مايزينا باش نديرو ريدكسيون تاعها باش تجينا لاصوص تاعنا ثقيله. انا هاك تشوف الشيف الصلصه تاعي راهي وجدت، المشماش تاعي طاب. راني نشوف المشماش راهي وجدت درك واش نديرو ليه. درنا ليه الماء العسل المشماش نرحوه نرحوه ميكسير يولي كيما لابيري كيما لابيري ويتقدم الصلصه تاع اللفائف تاعنا. تاع اللفائف تاع باهك اللفائف تاعنا كيفاش نديروا لها لفائف؟ نحكموا لهنا بين زوز، لهنا كاين زوز، نحكموا ملعقه ملعقه كيما راكم تشوفوا. نهزوا لافارس تاعنا، لافارس نهزوا شويه نحطوا لهنا ونخلوه حوالي صباع لهنا بين وحده وحده. درنا بين وحده وحده درنا الزيت باش ما تحلكش باش ما تحلكش لاباس. ونرجعوا هذه نجيبوها لهنا بشويه ندخل باش ما تخرجلكش باش ما تخرجش لافارس بلي كوتي. هاي هنا طلعوها بشويه، هي لاباط تاعنا شويه طريه وخفيفه. لازم لهنا تلمها بالعقل. انا لميناها لهنا نديروا لها شويه زيت كما راكم تشوفوا هكا باش تتغلق لينا، تتغلق بالزيت. وكي نحطوها في الفور لازم الغلقه هذه تجي من تحت. نزيدو نعطوها بالزيت، يعني نديرو لهنا شويه زيت معليش. كيما يشوف المشاهد تاعنا نعطوها هكا بالزيت ولا بالسمن. كي نكملو الحبات تاعنا الاخر تاع حوالي 8 حبات كي نكملوها نحطوها في الفور. نقدر نحطو لها شويه السمسم ونطيبوها كما نقدروا نطيبوها على الطريقه التقليديه. هذه طريقه تقليديه يعني وتتقدم مع صلصه المشماش شهيه طيبه. ونروحوا نشوفوا بعد الفاصل الشكل النهائي. فاصل ونواصل.
عدنا من أول جديد، مرحبا بكم من أول جديد. هاو الشكل النهائي تاع الطبقين تاعنا، عندنا لفائف تاع اللحم بالتين، الصلصة مصحوبة بصلصة الخوخ، وعندنا الطبق الرولي اللي داروا الشيف رولي ملف يشوفوه بطريقة درناه بطريقة لاكومباني تاعو. في الأخير شيف، وش راح نقول بمناسبة رمضان السكان بجاية وشعب الجزائري، أعطيهم تحية. أعطيهم تحية للشعب الجزائري، نحكي معكم بالقبالية. معليش من الله. أو ندينا صحة رمضان، وأنا كوثي جزائريين، مرة ندمر لأن صحة رمضان وني صحابنا في قايث، سورتو لا ريجيون جوز لاكن، نديز دانكي، سلماك في لافامينو، في قريبني وفي حبيبني، أو ندينا يعطيكم صحة. الشكر هذا أنا طاس طاس شيف سمير الحفاية يدخلنا في التصوير، أكسبتي الله في التصوير، وسي عدار ذاك يخما. الله يسلمكم. يعني الناس اللي في الارض هم عمالقه، لكن ما سعفهمش الحظ يكونوا اعلاميا. نحن الحصه دي مخدومه عليكم انتم باش تقدموا لنا على الاقل خطره في السنه، وتجوا وتكونوا ضيافه معززين مكرمين. اذا ان شاء الله نكون وفقنا في العدد الجديد هذا، وقدمنا احسن الاكلات. صحة فطوركم، صحة شربتكم. ونزيد لك كلمة الأخرى شاف نادريسين الناس البجاية سنين تبعث لش أنا بي بي سي بنا مع شيف سامير الحفاية، ومدى بينا تصفرح من إن شاء الله. إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم. صحة فطوركم، صحة شربتكم.